السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا، فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله إلى الإخوة للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: صحة حديث سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، حديث ثابت صحيح. هل فعل المكلف شيئا محرما هو لا يدري يكون معذورا بالجهل؟ عندنا العذر بالجهل قائم، بارك الله فيك. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كتب الشيخ الأثيوبي طيبة، لكن أيضا الشروحات تحتاج إلى تدقيق في صحة الأحاديث، بارك الله فيك. ما الحكم في بعض الأحيان أستعجل في القراءة؟ عفوا، واحد قال لزوجته: كل الفلوس اللي في البيت بتاعتك، ثم مات، وجدت فلوس تحت التسريح، هل من حقها؟ كلامه الأول أن كل الفلوس التي في البيت. مات بعدها بكم يوم، بارك الله فيك. تسأل، لأن هذه في محل تهم الآن، تسأل هذه المرأة وتثبت من أمرها، لأنها صاحبة مصلحة. هل هدمت الكعبة؟ نعم، هدمت وبنيت عدة مرات. نعم. حكم العمل في مطعم كله رجال وبه بنت واحدة لا تستطيع الصلاة لعدم تواجد مكان فتصلي كل الفروض. تصلي كل الفروض في مجموعة، عندما تعود إلى بيتها لا يجوز لها ذلك، وتأثم إذا صنع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حكما يض حديث: إذا ركعت فضع راحتيك كفيك على ركبتيك لا يصح. ضع راحتيك كفيك على ركبتيك، بلفظ الأمر هذا المتبع، أننا نلقي الركبة باليدين، لكن ما بدي نحتاج نراجعه. حكم إعطاء زكاة المال لقريب لي لسداد دين عليه من 10 سنوات لطليقته؟ يجوز إذا كان من أهل الاحتياج وكان استدان بحق. إذا كان استدان بحق، امرأة جهضت جنينا ابن 50 يوما، هل تأثم؟ تأثم، لكن لا تلزم، لا تكون كالتي قتلته وقد نفخت فيه الروح. هل الشهرة كحديث الحمامة والعنكبوت في علم الحديث تكون من جنس تواتر الأجيال؟ لا تكون هكذا. هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة كاملة في يوم؟ لا أدري،
لكن قد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. استفتح البقرة فقرأها في صلاة الليل، تسأل يوميا يعني، أو صلى افتتح من صلاة الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، هذا ثابت صحيح. لكن أقصد فهمت أنه نهارا يوميا ماشي، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، الحديث ثابت صحيح، لكن ينظر في لفظ جماعة هل ثبتت في كل الطرق أم أن بعض الطرق ليس فيها ذكر الجماعة. هل ثبت أن أبا بكر قرأ بالبقرة في صلاة الفجر؟ لا أعلم سندا ثابتا في ذلك. إن نصحنا الوالدين كثيرا لعدم ظلم زوجة الابن بسبها وشتمها ولم يستجيبوا، يعني ممكن تسكن في بيت آخر هي وزوجها إذا كان السباب والظلم قائمين. كثر التفكير في الدين وهل أنا على الطريق الصواب في الدين ولا في الدين، مش فاهم. هل يجوز لهم أن تأخذ مال الإرث من أبنائها دون رضاهم؟ لا يجوز ذلك، الله جعل للأم السدس في حال عدم وجود، في حال وجود الإخوة. ولأبوي لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له، ولأبوي لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث. تحتاج بين أبوي وبين زوجتي وأبويا لا يريد أن أعيده إلى عصمتي، عفوا إلى عصمته. أنا أبوه طلق أمه ولا يريد إرجاعه إلى عصمته. والأخ المحتار تعامل الاثنين بمعاملة حسنة. هل تجوز الاستعادة في الخلاء في النفس؟ يعني في النفس تجوز لما صحة أثر ابن مسعود فلينظر إن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لا أعلم سنده. هل يجوز للأمة أن توصي بذهبها أن نرجع إلى كل من أهداها شيئا لها؟ لا، في حياتها يمكن، لكن بعد مماتها المال مال وارث. حديث عليك بحسن الخلق وطول الصمت لا يصح. حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ثابت صحيح. شخص تسبب في أذى نفسي لشخص آخر بسبب غلظتي وحدتي معه في الكلام، هل هذا يعد ظلم؟ نعم يعد ظلما. حكم تعريف المشتري بالتقسيط بالزيادة على الكاش بخمسين جنيه، كلها عروض قبل البيع لا بأس بالعروض. إن غضب الوالدين من الابن إن سكن في مكان آخر فليعد عقوقا أحاسب عليه إذا كان ظالمين، فنرجو الله لك المغفرة، لأنه هما ظالمان للمرأة وأنت تبعدها عن الظلم. حكم التمويل العقاري إذا كان هو السبيل الوحيد للحصول على شقة، لا يجوز إلا إذا كنت مضطرا. حكم الوضوء في دورة المياه إذا كنت بعيدا عن موطن النجاسة جاز. التعامل تصرف ولي الأمر في الصدقة بعد جمعها من التبرعات من أجل الشفاء. حكم التعامل تصرف ولي الأمر في الصدقة
بعد جماعة من التبرعات من أجل شفاء؟ سؤال غير واضح. تصدق ولو بشق تمرة، الحديث ثابت صحيح. ما المراد بالضرب في قوله فاضربونه؟ والضرب المعتاد، لكن ضرب لا يخدر، ليس بضرب مبرح، ضرب لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما. امرأة متبرجة ليست ملتزمة بالدين وزوجها نصحها كثيرا، ولكنه يخشى شدة ما حتى لا يفسد البيت، هل عليه إثمها؟ ينصح قدر الاستطاعة، وإن استقامت إلا فارقها. هل وضع القدم اليسرى في الافتراش بين الساق والفخذ صحيح؟ هذا في مكان التورق ليس الافتراش. حكم من يكتفي بدعاء بالسجود ولا يسبح، هل صلاته تصح؟ حكم من يكتفي بالدعاء في السجود ولا يسبح، الصلاة صحيحة، والأولى التسبيح، لقول النبي اجعلوها في سجودكم، يعني سبح اسم ربك الأعلى. يكره تعطى الرجل وهو بصحبة زوجاته خارج البيت، لأن العلة قائمة، أنهم يشمون ريحه فينظرون إليه وإليها. نعم، ورد حديث إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. هل يجوز المرأة مطلقة أعطاء زكاة المال لأولادها المقيمين معها؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، هل يجوز؟ رجع السؤال ثانية كده. هل يجوز للمطلقة أن تعطي زكاتها لأبنائها المقيمين معها إذا كانوا فقراء؟ أفضل صيام النافلة، صيام النافلة يعني مش فاهم، صوم يوم الاثنين، صوم يوما وأفطر يوما، ذلك أحب الصيام إلى الله. إن ترك الإمام وقتا بعد الفاتحة ولم أقرأ هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. مرحبا شيخ منصور النجار، وأهلا وسهلا. هناك من يفسر الضرب بأنه الفراق في قوله تعالى فاضربوهن، كتفسير باطل طبعا. حكم النذر، إذا نذر شخص نذر أن يذبح، هل يجوز أن يبيع ويخرج فلوسه؟ نذر الشخص النذر أن يذبح، لا، اذبح ما نذرته. هل يشترط أن تكون الشواهد ثابتة أم يجوز أن تكون الشواهد ضعيفة؟ يجوز أن تكون الشواهد ضعيفة، لكن لا يشتد ضعفها، وبالله التوفيق. بهذا القدر أجتزئ، وإن شاء الله نعاود بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.